منح الله عز وجل أحد الرجال مالا وفيرا وأرضا شاسعة مليئة بالخيرات والثمار، وكان لهذا الرجل ولدان. الأول كان طيبا وكريما يحب الفقراء ويساعدهم، أما الثاني فكان متكبرا متعاليا لا يحب الفقراء ويسخر من أخيه الذي يساعد الفقراء دائما. شب الولدان وبلغا مبلغ الرجال وهما إلى جانب أبيهما يساعدانه في إدارة الأعمال وجني الأرباح. مرت السنوات وازدادت ثروة الأب كثيرا، ولكن العمر أيضا تقدم به، فأصابه المرض ثم مات الأب تاركا لهذين الأخوين كل ما جناه في حياته من ثروات وأموال وأملاك كثيرة، ولم يكن هناك مفر من أن يتسبب اختلافهما الواضح في الطباع والإخلاص في وجود فرق كبير في تصرفاتهما، حيث كان الأول يساعد الفقراء ويشعر بهم، أما الولد الثاني فكان كلما ازداد ماله اشتد حرصا وبخلا عليه وطمع أكثر في زيادته. استمر الشاب الأول في صرف أمواله على الفقراء والمساكين حتى لم يتبقى له من أموال سوى ما يسد حاجته وحاجات أهل بيته، أما أخوه فكان مسرفا في حب المال يسعى وراء تخزينه وتكديسه، واستمر في تجاهل نداء الفقراء والمحتاجين، فازدادت الأموال وهو فرحا بها، وازداد هو أيضا تكبرا على الناس وطمعا، وما كان هذا النعيم الذي غرق فيه ليغير شيئا من طباعه السيئة. قال تعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وأراد هذا الأخ الطماع المتكبر أن يسخر من أخيه، فأخذه ودعاه إلى بستانه الواسع الجميل، وأخذ يردد في تكبر: إن هذه الجنة لن تهلك أبدا ولن تفنى أو تتلف مهما حدث. قال تعالى: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. عندما سمع أخوه
مؤمن كلامه نصحه وقال إن الله عز وجل قادر على كل شيء، وأنه خلقك من نطفة وعدلك وكملك. قال تعالى: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن فإذا كنت كافرا بالله فإنني مؤمن موحد. قال تعالى: إنه الله ربي ولا أشرك بربي. ولأنك كفرت بنعمة الله ولم تشكرها التي اعتقدت أنها لا تبيد ولا تفنى، فاعلم أن الله قادر على أن يذهب ماء جنتك ويجعله غائرا في الأرض فيفنى بستانك. قال تعالى: أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. ولكن الأخ المتكبر أسرف في البخل وازدراء نعمة الله عز وجل، حتى أراد الله عز وجل أن يصيب كل هذه الجنة والثمار والبساتين بالهلاك، فلم يسلم منها شيء، فأصابه الندم والحسرة الشديدة، وتذكر نصح أخيه. قال تعالى: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب